يطفو إلى السطح مجدداً أحد فصول ملف الأراضي في عدن، وهذه المرة الجمعية السكنية لموظفي مؤسسات الكهرباء، والبالغ قوامها 1500 موظف تم الاستيلاء على أراضيهم من قبل أحد النافذين، والذي شرع بالبسط والبناء بعد صدور حكم المحكمة الإدارية لصالحه. وقفتنا أمام مجلس القضاء لأننا مستائين للحكم الذي وقف بجانب واحد متنفذ له سوابق في سرقة أراضي الجمعيات المدعو صالح الدياني. إحنا 1500 موظف داخل مؤسسة الكهرباء تحصلنا على أراضي في عام 96. الوقفة الاحتجاجية أقيمت أمام مبنى المحكمة العليا اعتراضاً على القرار الذي أعده المحتجون جائراً من خلال تلاعب النافذين على القانون والتضليل على القضاء. ويعد هذا الحكم الثاني بعد قضية أرضية اتحاد الأدباء والكتاب التي طالتها أيضاً أيادي المتنفذين. ناشد جميع الجهات اعتباراً من رئاسة الوزراء إلى أبسط موظف في الكهرباء للتضامن والتكافل وإعطاء الموظف حقه، باعتبار أنه هذه الأراضي نحن يعني كموظفين نقوم بدفع الأقساط منذ عام 1993، ها في فترة طويلة، وهي أمل الموظفين أملهم لأولادهم أنهم يبنون لهم مساكن وكذا. تصعيد قضية جميع المحطات والمناطق إضراب عام شامل كامل. هذا أملنا، أنا من عام 93 منتظرين البقاعة في الجمعية السكنية. بعدين ما حد لبى لنا طلباتنا، وبالنهاية يجي تاجر في البقاعة حقنا. لنا سنين منتظرين هذه البقاعة بفارغ الصبر عشان نبنيها، عايشين على الإيجار. وأمام العجز القانوني يوجه أصحاب المظالم مناشداتهم إلى القرار السياسي، فيما تلوح النقابة العمالية لمؤسسة الكهرباء بالتصعيد وإيقاف العمل في أهم المنشآت الخدمية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.